من ايش بتكون الانتجمنتال سيستم؟ بتكون من السكن، طبعا هذول بنعتبرهم اورجانز، بتكون من السكن والسكن ديريفاتيفز اللي هم النيلز هير، بالاضافه لمجموعه من الاكسكراين جلانز مثل السويت جلانز سيباشياس والمامري جلانز. تمام؟ طيب هلا طبعا هذا البودي سيستم في له بلاد سبلاي نيرف سبلاي، وفي رح نشوف كمان في عندنا مصل موجود بالسكن حنحكي عنها بالمحاضره القادمه. طبعا من باب التاكيد السكن لازم اخلص الاسبوع هذا، لانه عندنا لاب سكن الاسبوع القادم هو اخر لاب. فبعيدكم الله الثلاثة والاربعاء رح يكون عندنا برضه محاضرات بنفس موعد المحاضره حنخلص فيها السكن، واخر محاضرتين حيكونوا الاحد والاثنين القادمين. تمام؟ الاسبوع هذا عندنا لاب النيرتشو، الاسبوع القادم لاب سكن، هيك ان شاء الله بنكون ختمنا ماده الاسبوع. تمام؟ رح نتفق على موعد لارفيجن نحكي عنه يوم الاحد والاثنين القادم. طيب تعالوا نرجع نحكي عن السكن. السكن مع انه الثيكنس له فيو مليمتر، ولكن يعتبر السكن ذا لارجست اورجان ان اور بوديز. تمام؟ ليش؟ لانه السكن من التوتال بودي ويت بشكل من 15 ل 20%، وكسيرفس اريا بغطي من 1.5 ل 2 سكوير متر. تمام؟ طيب هلا ايش اهم وظيفه للسكن؟ السكن له عده فانكشنز. تمام؟ اهم وظيفه للسكن بروتكشن. بروتكشن من شو؟ اولا هو فيزيكال بارير للانفايرمنت اللي حوالينا، رقم 2 بيعمل بروتكشن للووتر لوس. تمام؟ هذول اهم وظيفتين للسكن. طبعا في عده وظائف اخرى للسكن مثل انه في سنسوري ريسبتورز، في مستقبلات حسيه له دور مهم جدا بالسنسيشن، له دور مهم جدا بالثيرمو ريجوليشن عن طريق السويت جلانز وعن طريق البلد بلكسس الموجود بالسكن، وبرضه له دور مهم بالميتابوليك وبالسكشوال سيجنال. تعالوا نحكي عن السكن. لما احكي عن المايكرو اناتومي للسكن، السكن من ايش بتتكون؟ هم تو لايرز ما لهم تعريف. تمام؟ الطبقه الخارجيه بسميها ابيديرمس، ولا تنسوا انه الابيديرمس هاز اكتوديرمال اوريجن، يعني تخيلوا السكن كاورجان هو متكون من نوعين من الخشوز، كل شيء له ديفرنت امبريونيك اوريجن. تمام؟ من ايش بتتكون الابيديرمس؟ حكينا من استراتيفايتس كويمس كيراتينايز. الطبقة الديب من السكن بسميها ديرمس، إلها this layer has mesodermal origin، وهي الطبقة بتتكون بشكل أساسي من dense irregular connective tissue، وفيها طبقة رقيقة من loose areolar connective tissue. هاي الطبقة رح نشوفها كمان شوي حضرتنا لليوم. هلا بميز الديرمس إنه جوبا الديرمس أنا بشوف الهير فوليكل، بشوف الجلانز موجودة داخل طبقة الديرمس. تعالوا اليوم نحكي بتفصيل اكثر. حكينا ابيديرمس ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز ابيثيليوم. طيب لو اجى حد سالك الخلايا الموجوده في الابيديرمس هي نوع واحد والها امبريونيك اوريجين واحد؟ بتقول له لا. هلا معظم طبقه الابيديرمس فيها ابيثيليال سيلز، وبدي اسميها كيراتينوسايتس. تمام؟ اليوم رح نتعلم انه خلايا الابيثيليوم اللي موجوده عندنا في طبقه الابيديرمس رح اسميها كيراتينوسايتس. كون هاي السيلز بتكون الكيراتين رح اسميها كيراتينوسايتس. فاذا معظم طبقه الابيديرمس فيها كيراتينوسايتس. تمام؟ هلا غير الكيراتينوسايتس رح اشوف كمان 3 سيل تايبس. ذيس سيل تايبس ار ليس اباندنت، وهذول السيلز لهم ديفرنت امبريونيك اوريجن، مش مهم هلا تعرفوا كل وحده من وين. تمام؟ تعالوا نحكي عن اول سيل موجوده بالابيديرمس اللي هي الميلانوسايتس، كلنا سمعنا فيها صح؟ الميلانوسايتس عباره عن خلايا مسؤولة عن لون السكن ولون الهير. تمام؟ فالميلانوسايت مش بس بلاقيها في طبقة الابيديرمس، بلاقيها برضه موجودة بالهير فوليكل، وهي بتعطي اختلاف لون الشعر، وهي المسؤولة عن اختلاف لون البشرة. تمام؟ النوع الثاني من السيلز سمعنا فيه قبل هيك، بنكر هانز سيلز. أجين وين سمعنا فيها؟ الجدول تاع المونونوكليار فاجوسيتيك سيلز، أوكي؟ فهي عبارة عن فاجوسيتيك سيل الاوريجين لها من المونوسايت، ولكن هاي موجوده بالسكن. تمام؟ بطبقه الابيديرمس. النوع الثالث من السيلز بسميهم ميركل سيلز. ذيز ار ميكانو ريسبتورز، يعني هذول السنسوري ريسبتورز. تمام؟ وين بلاقي الميركل سيلز موجوده بالسكن؟ بطبقه الابيديرمس بالسكن كامل، ولكن تركيزها عددها بكون اكثر في اماكن بكون سنسيتيف سكن. مثل وين عندي سنسيتيف سكن؟ السكن الموجود على التيبس اوف ذا فينجرز، وبرضه السكن الموجود في بعض
الاضطرابات اللي هي الفوليكلز. تمام، هذا النوع من الميكانو ريسبتورز بكون حساس للجنتل تاتش. تمام، يعني لو وقفت ناموس على تيب اوف ذا فينجر انت حتحس فيها. تمام، ليش؟ لانه هاي سنسيتيف، حكينا لللايت تاتش. طب يا جماعه شو يعني سنسوري ريسبتور او ميكانو ريسبتور؟ بحكي لك هاي الخلايا موديفايد سيلز، دي سيلز لها سينابسز مع افيلنت فايبرز. ايش يعني افيلنت فايبرز؟ سنسوري فايبرز. تمام، فاذا هاي المستقبلات الحسيه اللي اسمها ميركل سيلز، هاي ليش بسميها ميكانو ريسبتور او سنسوري ريسبتور؟ لانه لها سينابسز مع افيلنت فايبرز، مع سنسوري فايبرز. تمام، فاذا لازم تكون عارف انه كل السيلز اللي بالابيدرمس هم كيراتينوسايتس. هلا عندي لسه ابندنت سيلز ميلانوسايتس هانجر هانز اند ميركل سيلز، رح نحكي كمان شوي كل وحده موجوده في طبقه معينه من طبقات الابيدرمس. تعالوا نحكي عن الميلانوسايتس، ركزوا شوي معي بالميلانوسايتس. تمام، الميلانوسايتس هم عباره عن سبيشالايز سيلز موجودين في طبقة من طبقات الإبيدرمس اللي هي أعمق طبقة بسميها بيزل لاير. تمام؟ وأحكي لكم برضو موجودة بالهير فوليكلز. عمرك ما تنسى إنه الميلانوسايتس هي المسؤول عن لون شعرك ولون بشرتك. تمام؟ هي بيجمنت سيل. طيب هلا شو بحكي لك؟ كيف أنا رح أميزها تحت الميكروسكوب؟ سهل كثير تميزها بطبقة الستراتام بيزال، لأنه هاي الخلية إلها بدي، هذا البدي بكون راوندد وعادة بكون بيل ستين. فبتميزه ما بين خلايا الكيراتينوسايتس. هلا بميز خلية الميلانوسايت يا جماعة، هي لها سيل بدي وإلها عدد من البروسيسز أو إكستنشنز. تمام؟ هاي الإكستنشنز يا جماعة رح زي ما أنتم شايفين بتخترق خلايا اللي بسميهم كيراتينوسايتس في طبقتين، طبقة الستراتا بيزال والسباينوزا. تمام؟ فإذا إحنا عرفنا إنه إلها راوندد سيل بدي بكون عادة بيل ستين وفي إلها عدد من البروسيسز، ولازم تكونوا عارفين إنه هاي الخلية بينها وبين البيزمن ممبرين في ديزموزومز، ولكن لا يوجد ديزموزومز بينها وبين الأدجيسنت أو النيبرين كيراتينوسايتس. تمام؟ في جنكشن بينها وبين البيزمن ممبرين فقط، ما في جنكشن بينها وبين النيبرين كيراتينوسايتس. تمام؟ حكينا إنه في إلها عدة extensions أو processes، وهدول processes penetrate الكيراتينوسايتس الموجودين في طبقتين من stratum basal and stratum spinosa. تمام؟ هلا كل process من هاي الخلية رح تعطي كيراتين، سوري رح تعطي صبغة الميلانين لخمسة أو عشر كيراتينوسايتس. تمام؟ يعني كل process للخلية الواحدة تقريبا رح تختلط من 5 ل 10 كيراتينوسايتس. تمام، المعلومه بدي اسبق واحكي عنها، الميلانوسايت بتصنع البيجمنت بس ما بتخزنها فيه. اوكي، هاي البيجمنت اللي بتصنعها الميلانوسايت زي ما انتم شايفين عم تنتقل لخلايا الكيراتينوسايتس، كيف رح نحكي بالسلايد اللي بعد. ركزوا معي، اوكي، ركزوا على هاي الصوره. مين بصنع الميلانين؟ هاي الصبغه اللي بتعطي الشعر السكن لونه، خلية بسميها ميلانوسايت. تمام؟ هاي الخلية يا جماعة بتصنع البيجمنت بس ما بتخزنها فيها، رح تتخزن في خلايا الكيراتينوسايتس المحاطة فيها. تمام؟ طيب هلا في عندي أنا إنزيم كتير مهم في تصنيع الميلانين، هذا الإنزيم اسمه تايروسينيز إنزيم. تمام؟ هذا الإنزيم يعني بروتين، مين بصنعه؟ رفقي آر. عندنا باكيجينج وموديفيكيشن جولجي أبريتس. حكي جديد، هاي ABC لازم تكون عارفة. تمام؟ تعالوا نشوف مرحلة تكوين الميلانوسوم. شو الميلانوسوم؟ فيزيكال يحتوي على صبغة الميلانين بسميه ميلانوسوم. تمام؟ طيب إذا حكينا رفقي آر اللي هدول بتصنيع التايروسينيز إنزيم، بعدين بعملها باكجينج صرته نهائية وبعدل عليه الجولجي. تعالوا نشوف هذا الفيزيكال هي المرحلة الأولى من مراحل تكوين الميلانوسوم. تمام؟ ستيج 1 شو حكينا لك هون؟ عندي فيزيكال فيها تايروسينيز انزيم وصبغات اخرى مهمه في تصنيع صبغه الميلانين. تمام؟ شو لون الفيزيكال زي ما انتم شايفين؟ لونها فاتح، هذا ستيج 1. تمام؟ اذا ستيج 1 فيزيكال طالعه مباشره من الجولجي ابيرتس فيها تايروسينيز انزيم واذر انزيمز مهمه في تكوين صبغه الميلانين.
لان ستيج 2 شو عم بصير عندي؟ الستيج 2 الميلانيزيشن ببلش على اورجانيز ماتريكس داخل الفيزيكال. طبعا هي الفيزيكال في جواتها خطوط، اي خطوط هون عم ببلش يتكون عندي صبغه الميلانين بطريقه مرتبه داخل الماتريكس اوف الفيزيكال. تمام؟ الستيج 3 شو عم بصير عندي؟ لون الفيزيكال عم بصير داركر. الستيج 3 الميلانين بيجمنت اكيميوليتس اون ديبي اون فيزيكولار ماتريكس. هون خلص بلشت تتجمع عندي صبغه الميلانين داخل هاي الفيزيكال. تمام؟ هلا ايش عم بصير عندي؟ هاي الفيزيكال تم تصنيعها داخل البودي اوف ذا ميلانوسايتس، بعدين عن طريق السيتوسكيليتون جوا الخليه هاي الفيزيكال عم تنتقل ناحيه التيبس اوف ذا بروسيسز. تمام؟ هلا ستيج 4 شو صار عندي؟ ميلانين فيلز ماتشور بيجمنت جرانيول. تمام؟ فبسمي هدول الفيزيكالز الموجودين بالتيبس اوف ذا بروسيسز هدول بسميهم ماتشور ميلانوسوم. ماتشور ميلانوسوم. تمام؟ اذا تصنع الميلانين داخل السيلبادي مر باربع مراحل بتكون ماتشور ميلانوسوم تتجمع بالتيبس اوف ذيز بروسيسز. تمام؟ طب شو بصير بعدين؟ شو حكيت لكم؟ اجين الميلانوسايت بتصنع الميلانين بس ما بتخزنها جواتها. هلا شو بتكون حوالين البروسيسز؟ كيراتينوسايتس. شو بتعمل الكيراتينوسايتس؟ بتعمل فاجوسايتوز للتيب اوف ذيز بروسيسز مع الماتشور ميلانوسومز الموجوده بتجمع بالتيبس. تمام؟ فخلايا الكيلاتينوسايت اجين شو بتعمل؟ فاجوسايتوز. هدول التيبس اللي بيحتووا على ماتشور ميلانوسوم، ايش في جواتهم؟ صبغه الميلانين. بهاي الطريقه عم تنتقل عندي صبغه الميلانين من الميلانوسايتس، وين رح تتركز وتتجمع؟ داخل خلايا الكيلاتينوسايت. طب ليش هيك عم بصير؟ شو الهدف؟ ليش الميلانوسايت عم تصنع بيجمنت عم تتخزن بخلايا الكيراتينوسايت؟ خلايا الكيراتينوسايت الموجوده في الطبقتين العميقات من الابيديرمس عباره عن ليفينج سيلز. تمام؟ هدول ليفينج سيلز، وهدول السيلز رح يصير فيهم مايتوسيس، رح يعطوني باقي الخلايا الموجوده في طبقه الابيديرمس. هلا هدول الخلايا بيعملوا فاجوسايتوز لهاي المنشور ميلانوسوم اللي فيها صبغه الميلانين، وبعدين رح يتجمعها حوالين انوليتها. تمام؟ رح تعمل لي زي السوبرا نوكليار كاب حوالين الانوليه. انوليه مين؟ كيراتينوسايت. انوليه خلايا الابيثيليوم. تمام؟ طيب ليش انا بهمني الميلانين يتجمع حوالين الدي ان اي حوالين النواه داخل الكيراتينوسايت؟ رقم واحد، هاي صبغه الميلانين رح تعمل ابزوربشن، رح تعمل سكاترينج للسن لايت. اشعه الشمس هي اشعه مؤذيه. تمام؟ فبتتجمع هاي صبغة الميلانين بتعمل كاب حوالين الأنوية الكيراتينوسايت حتى تمتص هاي الأشعة وما توصل للدي إن إيه حتى تعملها سكاترينج. تمام؟ فبالتالي رح تعمل بروتكشن للدي إن إيه داخل هدول الكيراتينوسايت اللي هم ليفينج سيلز، فبتمنع الأيونيزيشن أو أي نيوتروجينيك إفكت لليو في راديشن داخل هاي المادة الوراثية بالخلايا. تمام؟ الخلاصة، الميلانوسايت بتصنع الميلانين، والميلانين بتخزن داخل الكيراتينوسايت على شكل سوبرا نوكليار كاب حتى يحمي هاي الماده الوراثيه من اليو في لايت. وصلت الفكره؟ طيب سؤال كثير الطلاب تسألوا، انت حكيتي لنا عندي ميلانوسايت لها بروسيس، كل بروسيس تقريبا بدها تعطي صبغه الميلانين من 5 ل 10 كيراتينوسايت. طيب هل الناس كتير صغر البلاك بيبول هل عندهم عدد ميلانوسايت اكثر من الناس الشقر؟ الجواب لا. الجواب لا. تمام؟ لازم تكون عارف انه في عندي مصطلح اطلق عليه ابيديرمال ميلانين يونت. تمام؟ ايش يعني ابيديرمال ميلانين يونت؟ هذا مصطلح بطلقه على ال1 ميلانوسايت بلس كل الكيراتينوسايت اللي بتنقلها صبغه الميلانين. تمام؟ هلا بدي لك احكي لك انه الابيديرمال ميلانين يونت تقريبا عباره عن 36 خليه كيراتينوسايت راح تزودها السنجل ميلانوسايت بالبيجمنت. تمام؟ طيب الشيء اللي لازم تعرفه، الناس البلاك او الوايت او حتى الحمضيين، تمام؟ كلهم عندهم الابيديرمال ميلانين يونت وحده. تمام؟ يعني ما عندهم ميلانوسايت بتزود عدد اكبر من الكيراتينوسايت.
ولا عندهم عدد ميلانوسايتس أكثر. طب ليش في ناس شقروا ناس تمروا؟ إيش الفكرة؟ افهم شو الفكرة. هلأ تعالوا نيجي إحنا لأجدادنا لأصولنا، لو نيجي إحنا لأصولنا تمام؟ بحكي لك الناس اللي كانوا ancestral origin near the equator، يعني الناس اللي نحكي عن البشرية اللي كانوا ساكنين قرب خط الاستواء، هذول الناس فعليا كانوا يتعرضوا لأشعة الشمس كتير تمام؟ وشو كان يصير عندهم؟ هذول الناس اللي تعرضوا لأشعة الشمس بطريقة كتيرة لقيوا إنه الميلانوسايتس عندهم شغلها أسرع، تشتغل رابطلي بتصنع صبغة الميلانين بصورة سريعة، فبالتالي كمية الميلانين اللي بتكون مخزنة بالكيروتينوسايتس أكثر تمام؟ عكسهم نيجي لأصول بالأجداد، الناس اللي بعاد عن خط الاستواء اللي أقرب للأقطاب اللي ما بتعرضوا كان كتير للشمس، لأنه أوريدي أصلاً هذيك المناطق ما فيها كتير شمس تمام؟ فهدولاك الناس الشقر بالعكس سرعة إنتاج البيجمنت هاي كتير قليلة، فبالتالي كمية الميلانين اللي مخزنة بالكيروتينوسايت كتير أقل، عشان هيك بكون شقر تمام؟ وصلت الفكرة؟ إذا إجا حدا قال لك الأشقر عدد الميلانوسايتس عنده أقل، هاي جملة خاطئة. أو إجا قال لك عند الشقر أو سوري عند السمر الميلانوسايتس راح يتغذي عدد كتير أكبر من الكيروتينوسايتس، كمان خطأ. اللي بصير يا جماعة فقط إنه البلاك بيبل سرعة إنتاج الميلانين أسرع، كمية الميلانين راح تتخزن بالكيروتينوسايتس أكثر، وعكس هالحكي عند الناس الشقر. أوكي؟ وصلت الفكرة؟ فإذا لازم تكون عارف إنه كل الناس عندهم الإبيديرمال ميلانين يونت واحد تمام؟ طيب هلا الشغلة الثانية لازم تكون فاهمها، الصبغة الأساسية اللي لها دور بلون البشرة صبغة الميلانين، ولكن صبغة الكيروتين والهيموغلوبين برضو لهم دور في لون البشرة تمام؟ طب بدي أسألكم سؤال، حكيت لكم إنه الناس السمر عندهم كمية الميلانين المتخزنة بالكيروتينوسايتس أكثر، لأنه الميلانوسايت تشتغل عندهم أسرع. طيب فكركم مين أكثر عرضة للسكين كانسر؟ الناس الشقر ولا السمر؟ الشقر عرضة أكثر للسكين كانسر. ليه؟ لأنه عندهم كمية الميلانين خلايا الكيروتينوسايت أقل. أوكي؟ ليش في ناس عندهم سنسيتيفيتي اكثر للشمس من ناس ثانيه؟ اول شيء بحكي لك هذا عامل وراثي تمام. الشغله الثانيه كميه الريسنت سن اكسبوجر، يعني العمال اللي بيشتغلوا كثير تحت الشمس ما بكون عندهم سنسيتيف لليوفي لايت زي الناس اللي دائما بيشتغلوا بالمكاتب تمام. الناس اللي دائما عرضه كثير للشمس اوريدي رح يكون عندهم كميه الميلانين مخزنه بالكيروتينوسايت اكثر، فما رح يكون عندهم سنسيتيفيتي للفي لايت مثل الناس اللي ما بتعرضوا كثير للشمس تمام. مش موجود هاي السلايد؟ تعالوا نركز شوي، وانا بدي احكي بالتفصيل عن طبق الابيديرمس، طبق النشره تمام. احنا شو حكينا عنها قبل؟ حكينا استاذ بالي كمان سكرتي هاي، اللي رح اعلمكم طبقة الإبيديرمس أنا بقسمها إلى 5 layers or 4 layers حسب نوع السكين تمام؟ طيب رح أبلش أسمي هاي الطبقات من أعمق طبقة لأمشي من الديبست layer وأطلع فوق للسوبرفيشال layer تمام؟ الديبست layer من الإبيديرمس هي عبارة عن single layer من الكيروتينوسايتس. these كيروتينوسايتس شكلهم بين الديبويد والكولومنر، وديستس بيكونوا rest on basement membrane، فبسمي هاي الطبقة stratum basaltae. stratum معناها طبقة تمام. stratum basaltae هي deepest layer بكل طبقات الإبيديرمس، مكونة فقط من single layer من كيراتينوسايتس شكلها بين الكيبويد والكولومنر، وبين هدول خلايا الكيراتينوسايتس الموجودين هون بلاقي في عندي ميركل سيل، بلاقي في عندي ميلانوسايتس. فلازم تكون عارف إنه الميركل سيلز والميلانوسايتس موجودين في deepest layer of epidermis اللي بسميها strata basal. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم تكون عارف انه هاي السيلز الموجودة في strata basal هدول عبارة عن stem cells. these cells can undergo mitosis تمام؟
اللي بينها وبين البيزمنت ميمبرين في ديزموزومز، وبينها وبين النيبرين كيراتينوسايتس في عندي ديزموزوم. هل في ديزموزومز بينها وبين الميلانوسايتس؟ لا، بينها وبين جارات الكيراتينوسايتس فقط رح الاقي في عندي ديزموزومز. تمام. فاذا عرفنا انه الميركل سيلز والميلانوسايتس موجودين في الديب سلاير اوف الديرمس اللي بسميها ستراتا بيزال. هلا الطبقه اللي بتيجي ابوب البيزال هاي طبقه سميكه، هون بلاقي الكيراتينوسايتس مصطفى في عده طبقات، وبعتبر يا جماعه الستراتا سباينوزا هي الثيكست لاير بكل طبقات الابيدرمس. تمام. هلا هاي الطبقه بلاقي فيها الفنجر هانز اللي هو عباره عن 5 و 6 سيلز. تمام. فاذا ميلانوسايتس والميركل بالستراتم بيزال، بينما الفنجر هانز موجودين بالستراتم سباينوزا. تمام. ايش بدي احكي عن الستراتم سباينوزا؟ في صوره كنت حطيتها بلعب الانتيريوم، ورجيتكم انه كيف عندي الديزموزومز اللي بتكون بين السيلز بتخلي شكل السيلز كله يكبر، وكون في عندي سباين بين السيلز، وحكيت لكم وشرحت لكم هاي السباين اللي عم بشوفها تحت الميكروسكوب نتيجه الشرينكج بالتشو، وعندي هون بهاي السباين بلاقي في عندي السيتوسكيلتون الكيراتين، وهي مكان الديزموزومز بين الادجيسنت سيلز. تمام؟ هلا شغله برضه لازم تكونوا عارفينها، شو حكيت لكم قبل شوي؟ الستراتم بيزال هاي ستيم سيلز، ودي سيلز كان عندها لو مايتوسيس. تمام؟ بالاضافه للستراتم بيزال الديبست لاير اوف سباينوزا دي سيلز ستيل هاف مايتوتيك اكتيفيتي. تمام؟ فشو بسمي؟ بجي بطلق مصطلح على خلايا الكيراتينوسايتس ذات كان عندها لو مايتوسيس وبسميهم ستراتم جنريتيبل. تمام؟ فلما اقول لك شو هي الستراتم جنريتيبل بتقول لي السيلز الموجوده بالبيزال مع اعمق طبقه بالسباينوزا، هاي هي السيلز اللي كان عندها كوميتوسيس بسميهم استراتم جيرمينتيبا. تمام؟ واضح؟ طيب هون الحكي حكيته قبل شوي انه زي ما انتم شايفين السيلز الموجوده بالسباينوزا شكلها بوليهيدرال، ومكان الديزموزومز بين الادجيسنت سيلز في عندي تيبس بسميهم سباين، هاي السباين جوا الخليه بلاقي فيهم الكيراتين، وهم مكان الاتاتشمنت بين الادجيسنت سيلز. هلا في شغله لازم تفهموها، بسمي هدول السيلز كيراتينوسايت لانهم بتصنعوا الكيراتين. تمام. الكيراتين بتصنع من ستراتم بيزال، ببلش عندي بتزيد كميته ويختلف شكله كل ما طلعت سوبر فيشي. تمام. هلا الستراتم بيزال الكيراتين العادي اللي احنا درسناه كسايتوسكيلتون، اما الستراتم سباينوزا هون ببلش يتجمع عند الكيراتين على شكل باندلز، بسمي الكيراتين الموجود بالستراتم سباينوزا تونو فايبرز. بكل بساطة افهم الكيراتين العادي بالبيزال هون بيتجمع شكل حزم بسميه تونو فايبرز، فكميته عم بتزيد، وهون عم يوجد بشكل آخر بسميه تونو فايبرز. تمام؟ تعالوا هلا نطلع طبقة أخرى لفوق. حكينا البيزال وهاي السميكة كلها بالسباينوزا، في عندي طبقة رقم 3 أنا عم بطلع من تحت لفوق، الطبقة الثالثة بسميها ستراتم جرانيولوزم. تمام؟ ستراتم جرانيولوزم. طبعا صار عندك فكرة عن كل طبقة ليش هيك تم تسميتها. بيزال جاي بيزل. سباينوزم السيلز في إلهم سباين، أما الجرانيولوزم سميناها جرانيولوزم لأنه فيها جرانيولز. هون السيلز صار فيها جرانيولز. تمام؟ هلا هاي الطبقة يا جماعة بقدر أحكي هون صار عندي تيرمينال ديفرنشيشن بروسيس اوف كيراتينايزيشن. تمام؟ هون في هاي الطبقة بتتم عندي عملية الكيراتينايزيشن. تمام؟ هلا الشغلة الثانية بدك تفهمها السيلز في هاي الطبقة بتبلش بصير فيها ابوبتوزس، فبسمي السيلز هون بسميها بيكنوتيك سيلز. ايش يعني بيكنوتيك سيلز؟ لما الخلية بتبلش بصير فيها ابوبتوزس أول شيء بتأثر فيها النواة. تمام؟ النواة بصير فيها شرينكج، شكلها بتغير، الأورجانيز كثير عم بقل عددها، بصير هون السيتوبلازم معبى فقط بالكيراتين. تمام؟ فبسمي هون السيلز بسميهم بيكنوتيك سيلز. ولو أسألك في أي طبقة من طبقات الإبيديرمس السيلز ستارت تو أندرجو أبوبتوسيس أو السيلز بيكنوتيك؟ في طبقة جرانولوزا. تمام؟ لو سألتك عملية
differentiation بالكيراتين والبكتين جرانيولوزم فيها termination بزرادة جرانيولوزم تمام؟ طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين سموها يتوقع جرانيولوزم لأنه فيها two types of granules تمام؟ الجرانيولز الأولى هون شو بصير عندي؟ تتذكر حكيت لكم بطبق السباينوزم الكيراتين بتجمع على شكل torn fibers تمام؟ bundles. هلا هاي البندلز هي اوريدي حزم، هاي الحزم ترجع تتجمع اكثر عن طريق بروتين اسمه فيلاجرين، بصير يجمع البندلز مع بعض بشكل لي جرانيولز بسميهم كيراتو هايالينتي جرانيولز تمام. هلا هذا بروتين الفيلاجرين بخلي البندلز والكيراتين لما تتجمع مع بعض هاي البندلز بصير الافينيتي للستين لها بيزوفيلك، بصير شحنتها سالبه فبتصير بيزوفيلك. فزي ما انتم شايفين طبقة الستراتم جرانيولوزا طبقة مميزة جدا تحت الميكروسكوب، تشوف طبقة تكون انتنسلي بيزوفيليك، السيلز من جوا لونها بيربل. مين اللي خلى لونها بيربل؟ الفيلاجرين. هذا البروتين بجمع البندلز اوف كيراتين اللي هم التانو فايبرين على شكل جرانيولز بسميهم كيراتو هايلينت جرانيولز. هذول الجرانيولز يا جماعة نان ممبرين بوند تمام؟ إذا بيزار بدي كيراتين عالي. سباينوزا الكيراتين يتجمع على شكل باندلز بسميهم تونو فايبرز. الجرانيولوزا هذا الفيلاجرين رح يرجع يجمع الباندلز ويعمل لي جرانيولز بيزوفيليك بسميهم كيراتو هايلينت جرانيولز تمام. طب عندي نوع اخر من الجرانيولز بهي الطبقه؟ نعم. عندي جرانيولز اخرى فيري سمول شكلها اوفويد بتكون من برين بوند، هاي الجرانيولز بسميها لاميلر جرانيولز. طب شو الفرق بينها بين الكيراتو هايلينت؟ يا جماعة هاي الجرانيولز في إلها ممبرين جواتها بلاقي عندي ليبيد اند جلايكوليبيد تمام؟ هدول الجرانيولز اللي فيهم ليبيد وجلايكوليبيد باي اكزوسايتوسيس هذا الليبيد والجلايكوليبيد بطلع برا الخلايا بعمل لي طبقة عازلة هون حوالين الخلايا تمام؟ هذا الستايل كتير مهم كتير فيه تفاصيل تمام؟ طيب شو الهدف من وجود طبقة من الجلايكوليبيد والليبيد حوالين السيلز في هاي الطبقة؟ بدها تعمل لي انسوليشن، بدها تعزل الخلايا هدول اللي جوا عن سطح الجلد، هذا رقم واحد، وبرضه رح يكون لها دور مهم جدا انها تمنع الووتر لوس تمام؟ فلو حدا سألك هل فقط خاصية الكيراتينيزيشن بالسكين فقط هي اللي بتحمي الجسم؟ لا، الكيراتين بيحمي وبيمنع الووتر لوس بالاضافه لوجود هاي الطبقه من الليبيد والجلايكوليبيد تمام. فاللي بيعمل بروتكشن واللي بيحمي الووتر لوس مش بس الكيراتين، الكيراتين وطبقه الليبيد اللي حكينا عنها تمام. واضح؟ هلا يا جماعه هدول اللاميلر جرانيولز انا ما بشوفهم بال اتش اند اي باللايت مايكروسكوب تمام. انت اللي بتشوف اللي بخلي الخلايا بيزوفيليك هم الكيراتو هايلينت جرانيولز تمام. وصلت الفكره؟ يعني بمعنى اخر بالعامية بحكي لكم الخلايا بتبلش تموت عندي من هاي الطبقه، بتبلش هي ستيل لسه عم بتمر بالابوبتوسس، ما صارت عباره عن خلايا ميته اوكي. فهون بس هون بطلق مصطلح هاي الخلايا نيكروتكسس. فاذا يعني ممكن نحكي عن السيلز بالسباينوزا بالبيزار ليبنج يس، اما هاي الطبقه نيكروتكسس ببلشوا انهم يدخلوا بالابوبتوسس. أما الطبقتين من الأبوب زي ما أنتم شايفين ما عندي أورجانيز ما عندي أمير، هدول الطبقتين اللي ضلوا فوق اللي بسميهم ستار أند كورنيا هدول بسميهم تكسس تمام؟ إيش حكيت لكم قبل شوي؟ إنه طبقتين الإبيدرمس قد يكون فيها 4 لايرز أو 5 لايرز، هذا الشيء عايش بيعتمد على نوع السكين تمام؟ هلا السكين الموجود بالبالمز الموجود بالسولز طبعا نفس السكين اللي مغطي الفيندرز والمغطي التوز، هذا السكين بسميه تيك سكين تمام. هذا اسمك سكين في جسمك. هلا السكين بالبالمز والسكين بالسولز هذا النوع من السكين بلاقي فيه 5 ستراتم الموجوده فيه مش موجوده بباقي السكين بجسمك، طبقه بسميها ستراتم ريسيدنت تمام. طبقه لونها كثير فاتح شفافه تحس بصير فيها انعكاس للضوء، هاي الطبقة موجودة فقط بالثيك سكين هو بالبالمز والسولز تمام؟ أما بالسكين مثلا فيس السكين الموجود بباقي جسمك ما بلاقي فيه طبقة الريزيدنت تمام؟ فلما أشوف هاي الطبقة تحت الميكروسكوب بعرف إنه هذا السكين ثيك سكين.
هاي الطبقة يا جماعة بتصير تأشر بتصير شيدينج اوف بجلدك. هاي الطبقة تمام. هاي الطبقة زي ما انتم شايفين زيها زي الريسيدم ديد سيلز، ما عندي اورجانيز، ما عندي نيوكلياي، هون بصير عندي فيري ثيك بلازما مبرين، وجوا الخلية ما عندي غير الكيراتين. اوكي ما عندي غير الكيراتين. وهاي الطبقة اجين بصيرلها اللي مع الفريكشن بصيرلها لوس تمام. بس للمرة الأخيرة، للمرة الأخيرة الليفينج سيلز موجودة بالبيزار والسباينوزا بالجرانيولوزا، صار عندي فول ديفرنشيشن للكيراتين، بس السيلز هون بيكنوتيك سيلز. أما السيلز الموجودة باللوسيدا والكورنيا هون هدول توتالي ديد سيلز. أوكي هلا تعالوا نحكي هون عن السيلز الموجودة عندي بالإبيدرمس أوف سكين. حكينا البيزار والديبست لاير أوف سباينوزا ذيس سيلز كان أندرغو مايتوسيس تمام. وهدول بعتبرهم هم اليانج سيلز الموجودين عندي. هلا السيلز كل ما طلعت لفوق بصير عندي ديفرنشيشن للكيراتين، شكل الخلية بتغير، كثير خصائص فيها بتتبين. هلا عملية الرينيو بخلايا الإبيدرمس بيتم تقريبا كل 15-30 يوم حسب اي مكان من السكن بجسمك، حسب ميل او فيميل، حسب العمر وكثير عوامل اخرى بتعتمد على عمر خلايا الموجوده بالإبيدرمس تمام. هلا الشيء كثير مهم تفهمه خلال عمليه الديفرنشيشن للسيلز، السيلز عم تتحرك من الديبست لاير لفوق تمام. هلا السيلز كل ما تحرك من فيها من الديبست لاير وطلعنا فيها لفوق فيها كثير شغلات بتتغير. لو نطلع أول إشي على الشكل، السيلز تحت شكلها بين كيوبويدال وكولومنر، كل ما طلعنا لفوق السيلز بتصير مور فلات تمام، بتصير مور فلات لأنه خلص صار عندي ديفرنشيشن لعملية الكيراتينيزيشن، فما بحتاج لوجود أورجانيز تمام. فإذا كل ما طلعت من تحت لفوق السيلز بتصير مور فلات. الشغلة الثانية كثير مهم تفهمها، نوع كمية الكيراتين بتختلف كل ما طلعت من تحت لفوق تمام. الستراتم بيزال عندي الكيراتين العادي السايتوسكيليتون وكميته بتكون اقل شيء. بالسباينوزا ببلش تتجمع على شكل باندلز بسميها تونو فايبرز وكميته بتزيد. لما اطلع فوق جهه الجرانيولوزا بتصير الخلايا الباندلز تتجمع عن طريق الفيلاجرين وتعطيني كيراتو هي من الجرانيولوزا تمام. فهي اكبر كميه من الكيراتين بلاقيها موجوده بالجرانيولوزا، وهون صار عندي فولي ديفرنشيشن لعمليه الكيراتينيزيشن تمام. الشغلة الثالثة بتصير عندي كل ما طلعت لفوق بصير افقد الاورجانيز، لانه الخلية بتصير تتعبى بالكيراتين على حساب الاورجانيز تمام. الشغلة كمان بتصير عندنا بصير عندي سيل حوالين الخلايا بصير في عندي انا ليبيد وجلايكوليبيد، فبالتالي السيلز بتصير دي هايدريتد. انا عندي هون الجرانيولوزا طبقة من الليبيد والجلايكوليبيد حوالين الخلايا، هاي الطبقة رح تسبب انه الخلايا تصير دي هايدريتد، لانه الهدف من وجود هاي طبقة الليبيد تمنع فقدان السوائل من الجسم تمام. اخر اشي برضه بصير عندي ثيكنينج بالبلازما مبرين كل ما طلعت من تحت لفوق، وين بكون اسمك اشي في طبقة الجرانيولوزا تمام. حد عنده اي سؤال على الإبيدرمس؟ شفتوا في معلومات احنا اوريدي بنعرفها زدنا عليها اكثر من معلومه جديده تمام. تعالوا نحكي هلا عن الديرمس اجين. الاوريجين للديرمس من وين؟ اكتوديرم ميزوديرم تمام. من ايش تتكون الديرمس؟ الديرمس يا جماعه بتتكون بس من كونكتيف تيشو. بس بقدر احكي انه عندي نوعين من الكونكتيف تيشو موجودين في طبقه الديرمس. وين طبقه الديرمس؟ هاي تمام، هاي هي طبقه الديرمس. هلا الطبقه سوبرفيشال من الديرمس بسميها بابيلاري ديرمس. ليه؟ لانها عامله شكل بابيلي تمام، عامله شكل بابيلي. هلا نوع الكونكتيف تيشو الموجود بالبابيلاري لاير اوف ديرمس لوز اريولار كونكتيف تيشو، معلومه مش جديده، دائما تحت الابيثيليال تيشو لازم في لوز كونكتيف تيشو تمام. فالبابيلاري لاير زي ما انتم شايفين فيري ثين لاير عامله شكل بابيلي، وهي مكونة من لوز اريولار كونكتيف تيشو. أما الديب لاير من الديرمس بسميها ريتيكولار لاير، هاي الطبقة مكونة من دنس اريولار كونكتيف تيشو. شو بدنا نحكي قبل؟ ديب لاير اوف ديرمس. هلا رح نتعلم نحكي
ريتيكولار لاير اوف ديرمس. تمام؟ فزي ما انتم شايفين معظم الديرمس دنس ريكولار كونكتيف تيشو الا الطبقه الرقيقه اللي مباشره تحت الابيديرمس. هاي الطبقه عامله شكل باتيلا بنسميها بابيلر لاير. طيب هلا مكان الجنكشن بين طبقه الابيديرمس والديرمس هل هي مستويه؟ لا. زي ما انتم شايفين مكان الجنكشن بين الابيديرمس والديرمس في عندي ابيديرمال ريدجز وعندي ديرمال بابيلي، بصير عندي انتر ديجيتيشن بين الطبقتين، وهذا الحكي يا جماعه بخلي عندي سترونج ادهيجن بين طبقتين السكين. تمام؟ دائما اذا كان عندي انا سترونج ادهيجن بين طبقتين لازم يكون عندي هذا الانتر ديجيتيشن. تمام؟ فاذا عندي هون الابيديرمال ريدجز والديرمال بابيلي هو مكان الادهيجن بين طبقتين السكين. تمام؟ طيب هلا الفينجر برينت، كل واحد فينا له فينجر برينت مختلف عن الثاني. مين اللي بيعمل الفينجر برينت اللي احنا بنشوفها؟ اللي بيعمل الفينجر برينت او البامر كريسز، هاي الخطوط الموجوده اللي كف ايدك اللي بيعملها هدول الابيديرمال ريدجز والديرمال بابيلي. تمام؟ فكل واحد فينا له يونيك فينجر برينت. تتذكروا حكيت لكم مره انه لما الميلز مثلا يطلعوا هايك ويكون لابسين كوت مش كثير مناسب بيطلع في هيك بلسترز، بيطلع في زي اكياس، صح؟ حكيت لكم او الصبايا بس تعزلوا قبل العيد، ضلكم ماسكين هالقشاطه وتعملوا كثير فريكشن بالبام او عند الاصابع برضه بتلاقوا، صح؟ هدول اللي طالعين. ايش هدول اللي طالعين؟ بصير عندكم نتيجه هاي الفريكشن بصير في شويه سيبريشن بين طبقه الابيديرمس والديرمس، بتجمع فيها السائل فبتطلع هدول البلستر. تمام؟ هلا هدول بيروح عادي. هلا في مشاكل صحيه معينه بتاخذوها ليتر اون بالباثولوجي؟ لا، بكون في ناس عندهم مشاكل بالبروتين او مشاكل بالجينات اللي بتنتج البروتينات المسؤوله عن الهيبيدس مزونز بين الابيديرمس والديرمس. تمام؟ طب شغله ثانيه، شايفين في عندنا بلد بلكسس، شوفوا في عندي هون بلد بلكسس موجودة بين البابيلاري لاير والريتيكولار لاير، عندي هون دي بلكسس موجودة بين طبقة الديرمس والهايبوديرمس. هذول يا جماعة البلكسس اللي انتم شايفينهم لهم دور مهم جدا بانهم ينظموا حرارة الجسم حسب الجو حار او الجو بارد. تمام؟ هذول البلكسس هم اللي لهم دور مهم جدا في تنظيم حرارة الجسم، طبعا بالإضافة لوجود السويت جلاند. هذا الحكي حكيته بس مرة ثانية، هاي هون عندي شايفين البلكسس موجودة بين البابيلاري لاير والريتيكولار، هاي السوبرفيشال بلكسس، وقلت لكم عندنا ديب 1 موجودة بين الديرمس والهايبوديرمس. هلا الديب لاير والريتيكولار لاير زي ما انتم شايفين بلاقيها عادة بحيط فيها أو هاي الطبقة بتحيط بالهير فوليكل، بلاقي فيها الريتر اللي مصل، فيها سويت جلاندز، فيها سنسوري ريسبتورز، فيها برضو نيرس وفيها بلاد فيلوز. تمام؟ طب اشوف مين فيكم اللي بيقدر يعمل ريكول للماده اللي اخذناها. الابيديرمس فاسكولار اند الارفيتد، هي الجمله صح؟ الابيديرمس فاسكولار اند الارفيتد؟ خطا، هي بس الارفيتد. هي بس الارفيتد. طب صح احكي الديرمس انها فاسكولارايزد اند الارفيتد؟ يس. تمام؟ شفنا انت انا في السكين في الابيديرمس في ميركل سيل سنسوري ريسبتورز هي انرفيتد. تمام؟ بالديرمس برضه في عندي انواع من السنسوري ريسبتورز رح احكي عنها بالمحاضره القادمه. تمام؟ فاذا الابيديرمس والديرمس الجمله الصح ان اثنيناتهم انرفيتد. تمام؟ والجمله الثانيه الصحيحه الديرمس فاسكولارايز بينما الابيديرمس اير فاسكولارايز. معلومات قديمه. طيب اخر شيء او قبل الاخير الشيء بدي احكي بمحاضرتي اليوم، هلا الطبقه اللي انتم اخذتوها بالاناتومي اسمها سوبرفيشال فاشا، احنا بالهيستولوجي بنحكي عنها سبكوتينيوس لاير، اوكي؟ هلا هاي الطبقه موجوده تحت الجلد، هي مش طبقه من طبقات الجلد. تمام؟ هي طبقه تحت الجلد، الجلد ابيديرمس ديرمس فقط. فعندي طبقه اسمها سبكوتينيوس لاير او مرات بسموها هايبوديرمس، هاي عباره عن طبقه من اللوز اريولر كونكتيف تيشو اند فات تيشو، هاي الطبقه. تمام؟ هي طبقة موجودة تحت الجلد بالاناتومي بتسموها سوبرفيشال فاشا، هي طبقة تحت الجلد وليس طبقة من طبقات الجلد. تمام؟ آخر شيء بدي
عنه انواع السكين. تمام. هلا رح تاخذ ليتر اون مثلا بستخدم لبس النيبلز والجلاند بينس. هذول السكين فيهم اشياء مختلفه عن السكين بالبدي. تاخذوا كل شيء بحيره مع الدوروجينيكال مع الدايجستيف استحقان النفس انسوها. هلا بدنا نحكي عن الجلد بشكل عام. الجلد بشكل عام رح اقسمه الى نوعين حسب الثيكنس اوف ابيديرمس. تمام. احنا جماعه الهيستو نقسم السكن لنوعين حسب سمك طبقه الابيديرمس. رح نقسم السكن الى ثيك سكن اند ثين سكن. تمام. كومن سنس بقول لك احنا رح نصنفهم حسب سمك الابيديرمس. معناه بالثيك سكن عندي فيري ثيك ابيديرمس. قديش سمك طبقه الابيديرمس؟ سمك الابيديرمس هون بتراوح من 400 تو 1400 مايكرومتر. تمام. هاي الارقام حفظ احفظ هاي الارقام حفظ. تمام. فاذا طبقه الابيديرمس بالثيك سكن اولا مكونه من خمس طبقات فيها لوسيدم. اللوسيدم ما بنشوفها بالثين سكن. ثاني شغله لازم تعرفها انه سمك طبقه الابيديرمس من 400 ل 1400 مايكرومتر. اما الهول ثيكنس لهذا السكن يعني طبقه الابيديرمس مع الديرمس بتكون عاده 5 مليمتر اور مور. تمام. هلا هذا النوع من السكن بسميه ثيك سكن موجود بالبانس بكف ايدك. موجود بالسكن بمنطقه الدارسن اوف ذا هاند اللي بغطي الفلانجز. موجود بالسول اوف ذا فوت. وموجود كمان السكن اللي بغطي اصابع قدمك جهه السول. تمام. هذا هو الثيك سكن. غير هيك السكن رح اصنفه ثين سكن. طب احكي لكم شغله، دائما الثيك سكن هو هيرلس سكن. دائما الثيك سكن هو هيرلس سكن. هذا النوع من السكن يا جماعه مستحيل تلاقي فيه غير هذا هيرلس سكن. تمام. اما الثين سكن هو السكن اللي بغطي جسمك كله ما عدا البانز والسولز بسميه ثين سكن. وهذا السكن زي ما انتم شايفين هو هير سكن. تمام. هذا السكن كهول ثيكنس بتراوح الثيكنس اللي فقط من 1-4 مليمتر حسب انت باي منطقه بالسكال بمنطقه النك بالباك حسب. تمام. هلا ارق سكن موجود بالثين سكن اللي هو هون من منطقه عينك. تمام. هذا هو الثينر سكن بجسمك من ناحيه الثين سكن. واسمك نوع من انواع الثين سكن هو السكن اللي جاي منطقه الرقبه وبدايه الظهر. تمام. انا بحكي عن الثين سكن. الثين سكن للابيديرمس فقط 4 استراتا ما فيها لوسيدم ابدا. هي 4 استراتا والثيكنس للابيديرمس هون بتروح فقط من 75 ل 150 مايكرومتر. شوف الفرق بالثيكنس بطبقه الابيديرمس بين الثين والثيك، فرق كثير. تمام. وقلنا الثين سكن هو السكن اللي بغطي كل جسمك ما عدا منطقتين اللي هم البانز والسايز. تمام. السكال ثين سكن. السكن الموجود بمنطقه الفيس ثين. السكن الموجود بمنطقه الابدومين ثين. الباك ثين. البانز ثين. السولز ثين. غير هيك كل سكن بجسمك هو هير سكن. فاذا هو ثين سكن. تمام. طيب رح ناخذ بريك ان شاء الله 12 الا ربع بباب الهيستو براندو اناتومي. ينزل على الاناتوميات بالعربي.